امبارح كان في بيان مهم جدا، كلنا شغلنا التلفزيون، ده اللي عنده تلفزيون واللي شغل اليوتيوب واللي فتح القناة بتاعت العميد يحيى سريع على التليجرام، والكل منتظر البيان اللي هيطلع بيه العميد يحيى سريع. قام العميد يحيى سريع راح قايل لنا كلنا: معلش يا حبيبي انت، وهو ريح ونام، وبكره الصبح عندي لكم بيان اهم واحسن واحدث من البيان اللي كنت هقوله لحضراتكم. ايه هو البيان النهارده؟ البيان اني دايما بقول لحضراتكم في فيديو سابق وقبله وقبله وقبله، لما تشعر بان في شيء من الصمت من ناحيه غزه، او تشعر ان غزه الوضع مخليك قلقان، بص على اليمن، هتشوف اليمن دائما ما تسطر البطولات نصره لأهلنا في غزة. النهاردة العميد يحيى سريع طلع يتكلم عن السفينة البريطانية اللي حتى اللحظة بريطانيا بكل عتادها البحري، أمريكا بتكنولوجيا البحرية بتاعتها، بتحاول إن هي تلحق أو تنقذ ما يمكن إنقاذه من السفينة البريطانية. اليمنيين عرفوا إن في سفينة بريطانية جاية، استهدفوا السفينة البريطانية، طلعوا الطاقم اللي عليها، أجلوهم علشان خاطر ما يحصلش ليهم حاجة، والطاقم دول آمنين مطمئنين، أعتقد إنهم قاعدين جنب الطاقم بتاع سفينة جالاكسي ليدر، يعني أعتقد اليمنيين هيحطوهم جنب الطاقم بتاع سفينة جالاكسي ليدر، وده نتاج ما تتفعله بريطانيا وتدخلها وغطرستها. البداية والنهاية والقصة كلها بتبدأ وتنتهي بإيقاف ما يحدث في غزة. هتلاقي الموضوع من ناحية لبنان هدي، الموضوع في العراق هدي، الموضوع في سوريا هدي، هتلاقي الموضوع في اليمن هدي، والمياه والباب المندب والبحر الأحمر، حركة التجارة البحرية رجعت تشتغل تاني. لكن اليمن سطرت النهاردة لقطة تانية غير السفينة البريطانية، كانت مع طائرة MQ-9، الطائرة المسيرة الأمريكية اللي أمريكا بتباهي بيها العالم. ومن ضمن الطائرة دي على فكرة في منها موجود في غزة، أمريكا قالت إحنا بعتينهم علشان خاطر دول بيعملوا حركة مراقبة لغزة للنملة اللي ماشية في الأرض. اليمنيين جابوا لك الطائرة ومسيطرين عليها هذه اللحظة. طبعا البيان بتاع اليمن ده عامل حالة من الإرباك الشديدة في ثلاث اماكن او في خمس اماكن، معلش زودنا مكانين، اخر مكانين اللي زودتهم لك الامارات والسعوديه، تمام. الثلاث اماكن التانيين اللي عامل لهم حاله ارباك شديده، المكان الاول في بريطانيا، البريطاني الان والاعلام البريطاني الان عمالين يتكلموا لوزاره الدفاع البريطانيه وللبحريه البريطانيه: انتوا من شهرين ومن شهر قلتوا لنا احنا سيطرنا وقدرات الحوثي ما قدرتش تعمل تاني، ومش دول جابوا سفينه ما حدش كان عارف طريقها غيرنا احنا، جابوها ازاي؟ ده الاعلام البريطاني بيتساءل الان. الوضع بتاعهم ده ترتيبه ايه على بريطانيا اقتصاديا؟ ان حتى سفن الشحن اللي صدقت بريطانيا وامريكا والدنيا امان والدنيا تمام وما تقلقوش احنا خلصنا على الموضوع، مسيطرين على اليمن، البحر الاحمر بقى بتاعنا، باب المندب امن وامان، الناس وشركات الشحن اللي كانت مصدقاهم بعد اللي حصل النهارده مش هيصدقوهم تاني. فده معناه ايه؟ مزيد من توقف حركات النقل البحري، ومزيد من توقف شركات الشحن، وهياخدوا طريق رأس الرجاء الصالح. اليمن رجعهم لعام 1400 ميلادية تاني. ده ترتيبه بالنسبة لبريطانيا، ده تضيف عليه غلاء الأسعار وحاجات كتير جدا هتحصل. طب بالنسبة لأمريكا، الكونجرس الأمريكي اللي لسه عامل حزمة مساعدات لإسرائيل، أمريكا في وضع غير طبيعي، حجم التضخم بيزيد، الشركات اللي اعتمدت على أمريكا القوة العظمى بإن إحنا هنأمنكم مش هنأمنكم، الشركات كلها بتقول لأمريكا الآن أنت لا أمنتي ولا عملتي، والسفينة اللي حصل لها من بريطانيا هذه السفينة الآن بتطالب بالتعويض، فالبحرية الأمريكية والبريطانية بتحاول تنقذها، لكن بحسب كل وسائل الإعلام بيقول لك السفينة هتبقى عبارة عن متحف أثري في قاع البحر الأحمر أو خليج عدن أو غيره، والكلام ده كله. الوضع معاهم مربك، ولا يوجد أدنى درجة من درجات الانتصار قدروا يحققوها في اليمن قبل ما يقدروا يحققوها في غزة، واللي ما قدروش يعملوه في غزة غير على المدنيين. لكن في جزئية أخرى بتواجه أمريكا وبريطانيا في اليمن، الجزئية ديت وهي التضاريس اليمنية. أقول لحضرتك إزاي؟ الطبيعي الناس فاهمة ومدركة إن اليمن دي أرض مسطحة كده، لا ده اليمن فيها سلاسل جبال، أحسس كده أنا بكلمك عن الهيمالايا، سلاسل جبال في اليمن، الجبال ديت أودية، كهوف، صخور كبيرة جدا، صعب جدا على أمريكا إنها ترصد الأماكن. وعايز أقول لحضراتكم إن العميد يحيى سريع وأنصار الله حاطين الحاجات بتاعتهم والمؤن والعتاد العسكري في الكهوف وفي الجبال. فكرتني بموضوع جبال تورا بورا اللي في أفغانستان، لما وضع عملت اللي أمريكا عملته
عملوا صخور كده وعملوا كهوف وأودية وحاجات داخل الجبال، فأمريكا عملت على قد ما تعمل وغارات وطيران وهيلا هوبا وحشد دولي، وما قدرتش عليهم تماما لغاية ما جت في 2020 أمريكا رفعت الراية البيضاء وسلمت وسابت أفغانستان، وسابت لهم كمية عتاد عسكري غير مسبوق في أفغانستان، اللي هي أفغانستان الآن ماسكة العتاد ده، هو القوة بتاعتها الآن. فأنت لك أن تتخيل سلاسل الجبال والتضاريس اليمنية بتحول تماما عن ان امريكا وبريطانيا او التحالف الدولي اللي معمول بقياده مملكه البحرين العظمى، وحياه ابوك لا تمشيه والله ما انت مراجعني، بقياده مملكه البحرين العظمى هذا التحالف سيبوء بالفشل. كان نفع التحالف اللي معمول من الدول، من بعض الدول العربيه على اليمن في الفتره الماضيه من 2014 اعتقد لغايه من سنه فاتت، التحالف اليمني لما ابن سلمان قرر ان يوقف اللي بينه وبين اليمن عشان خاطر عايز يعمل حفلات الترفيه والهشك بشك، واليمن لو بعتوا طائره مسيره واحده كل حفلات الترفيه دي ذهبت ادراج الرياح، كلها ذهبت ادراج الرياح. فابن سلمان عايز يخلي سماء المملكه تشعر بالامان، فراح لجأ لفكره التصالح مع اليمن وتهدئه الاوضاع، وما قدروش عليهم طوال 10 سنوات. فمعقول امريكا هتخلص القصه كلها في اسبوع في اتنين؟ لا يمكن. طيب وارد تقول لي ما تقارنش قوه امريكا بالسعوديه والامارات وكده، جميل جدا، لكن انا عايز اقول لحضراتكم وقلنا كده كذا مره ان المنطقه اللي فيها اليمن والموقع بتاعها حساس جدا، خاصه من ناحيه البحر الاحمر وباب المندب، لا يتحمل ان يكون هناك عمليه عسكريه طويله الامد، لان بالتالي بدل ما كان نص السفن بيعدي والنص لا، مفيش ولا سفينه هتعدي، مفيش سمكه هتعدي في مضيق باب المندب. المضيق تقريبا يا جماعه 15 كيلو، يعني اذا حصل فيه عمليه عسكريه بالكامل هيغلق بالكامل. القوة اللي لدى اليمن بالصواريخ بتاعتها والمسيرات تقدر توصل لفين؟ ده بيقول لك ده جابوهم في المحيط الهندي، جابوا سفينة قبل كده إسرائيلية في المحيط، كان لسه طالعة من الهند ما لحقتش تكمل راح مدينها. فما بالك بقى ب 15 كيلو عرض المضيق، فهتتوقف حالة التجارة تماما. لم يعد أمام أمريكا ولا بريطانيا قلنا لحضراتكم غير موضوع الوقت العامل الأعظم الآن في تحقيق الانتصار، سواء في غزة أو في لبنان أو في اليمن، هو الوقت. مين اللي هيقدر يصمد أكبر فترة ممكنة؟ أمريكا الوقت مش في صالحها، خاصة بايدن والانتخابات. بريطانيا عندها انتخابات عمومية وريشي سوناك هيسقط، يعني هيسقط يعني هيسقط، رئيس الوزراء البريطاني هيتشال يعني هيتشال يعني هيتشال، والوقت مش في صالحه. فرنسا عندها انتخابات تشريعية، إيطاليا عندها انتخابات تشريعية، كل الدول المتحالفة دي عندها انتخابات تشريعية باستثناء مملكة البحرين العظمى، دول ما بيعملوش انتخابات أصلا، لا هم ولا السعودية ولا الإمارات. آخر مرة عملوا انتخابات كان في قريش عشان يتفقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم فدول ما عندهمش انتخابات خالص. عندك مثلا على سبيل المثال الوضع داخل اسرائيل والمعارضه اللي بتطالب باقاله نتنياهو، ايقاف التجاره تماما من ناحيه اسرائيل، ميناء ايلات اللي هو ام الرشراش بتاعنا اللي اصبح بيهش وبينش وما فيش في اي حاجه. حجم الخسائر عندهم غير مسبوقه، عامل الوقت مش في صالحهم. عارفين يا جماعه مشكلتنا الاولى والاخيره والاعظم ايه؟ بتندرج في 4 دول فقط لا غير، المحيطه بغزه، مصر ثم مصر ثم مصر ثم الأردن والأردن والأردن والسعودية والإمارات. السعودية والإمارات اللي عاملين جسر بري مع الأردن عشان يدخلوا المواد الغذائية والسلع على إسرائيل، بينما إخواتنا في غزة مش عارفين يدخل لهم قارورة مية، قارورة مية. لكن يلا، على كل اليمن، اليمن قررت ومستمرة إن هي تسطر ملحمة بطولية لم يفعلها أعتى الجيوش العربية. سلام عليكم.